صباح الخير أصدقائي وزملائي، إنه لشرف عظيم أن أرحب بكم في بيروت، في هذه المدينة المعتدلة المتسامحة التي لطالما لعبت دورا رياديا وما زالت في احتضان الحرية والديمقراطية في منطقتنا العربية. نلتقي اليوم في 13 نيسان تاريخ ذكرى الحرب الأهلية في لبنان التي انطلقت شرارتها في العام 1975 وانتهت في العام 1990 بولادة اتفاق الطائف الذي كان مؤسس تيار المستقبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري عرابه لوضع حد للاقتتال وإعادة لبنان إلى زمن السلام والاستقرار والعمل على بناء الدولة وإرساء المصالحة بين اللبنانيين. واليوم أكثر من أي وقت مضى نجدد تمسكنا باتفاق الطائف الذي ارتضاه اللبنانيون لإعادة إحياء الشراكة الوطنية فيما بينهم وحماية العيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين، كما ندعو جميع الشركاء في الوطن إلى تغليب لغة الحكمة والعقل والكف عن إبقاء لبنان ساحة مستباحة للتجاذبات الإقليمية والمصالح الخارجية، واستخلاص العبر من الأيام السوداء التي عاشها لبنان في الماضي بما يحمي نظامنا الديمقراطي ويصون الحرية الفردية والعامة ويمكن اللبنانيين من المضي قدما في بناء الوطن الذي يحلمون بالعيش فيه بحرية وكرامة. أيها الأصدقاء، منذ عامين أشعلت تضحية محمد البوعزيزي شرارة الربيع العربي من تونس لتمضي الشعوب العربية في مسيرة إسقاط أنظمة الاستبداد بفعل حراك الشباب العربي الذي أسقط جدار الخوف وملأ ساحات الحرية في مشوار استعادة كرامته المسلوبة وحقوقه المشروعة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واليوم سمت أصوات نشاز تقول بأن لا مكان للليبراليين في هذه المنطقة، تماما كما زعمت بعض الأصوات في السابق بأن لا مكان للديمقراطية في العالم العربي، لكن الشعوب العربية تثبت للعالم أجمع أن لا صوت يعلو فوق صوت الحرية وأن لا شيء يقف بوجه إرادة التحرر التي تمهد لصناعة التغيير المنشود الذي يحتاج طبعا إلى مخاض طويل كي يتحقق. فلا عودة إلى الوراء مهما علت أصوات النشاز التي زعمت يوما أن لبنان سيبقى إلى الأبد تحت سيطرة جيش الأسد قبل أن يثبت اللبنانيين عكس ذلك حين التقت الإرادة الإسلامية المسيحية في ثورة الأرز عام 2005 على تحرير لبنان من نظام الوصاية السورية إثر جريمة العصر باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أحد أبرز المنادين بلبنان، السيد الحر المستقل وأحد أبرز المدافعين عن الحقوق المدنية. أيها الليبراليون، إن التصميم على صناعة التغيير في العالم العربي يعني أن على الليبراليين والديمقراطيين في كل مكان أن يتحملوا مسؤولياتهم، فصناعة التغيير شيء وقيادته شيء آخر، وهي تحتاج إلى نفس طويل في ظل ما يتهدد الربيع العربي من مخاطر تغذيها ذيول الأنظمة البائدة، ولعل أبرزها
التطرف والتعصب اللذين نرفضهما بشتى أشكالهما، متمسكين بالاعتدال والانفتاح وقبول الآخر. وما يحصل في مصر الحبيبة من اعتداء على إخوتنا الأقباط أمر مستنكر ومدان، ولا يعبر أبدا عما يحمله الربيع العربي. ولا يعبر أبدا عما يحمله الربيع العربي من قيم العيش المشترك والمواطنة والحفاظ على التنوع والحريات الفردية، وفي مقدمها الحرية الدينية باعتبارها حضارية، قيمة حضارية غير قابلة للمساومة. إننا في تيار المستقبل بما نمثله في لبنان والمنطقة العربية من امتداد لفكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالاعتدال والانفتاح والتحرر، وبما نمثله من حماة لقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، نمارس هذه المسؤولية منذ وقت طويل، إن على صعيد تحصين الوحدة والعيش الواحد بين اللبنانيين، أو على صعيد ما يقوم به نواب تيار المستقبل في الدفع باتجاه إقرار القوانين التي تصون الحريات الفردية في إطار الدولة المدنية. أما على الصعيد الإقليمي فقد حرص تيار المستقبل على نسج العلاقات مع الأحزاب الناشطة في مسيرة الربيع العربي لتسخيم حراك القوى الليبرالية والديمقراطية في هذه المرحلة الانتقالية التي تتسم بصعود الحركات والقوى الإسلامية التي وصلت إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية، حيث تقوم بتجربتها التي من المبكر الحكم عليها، دون أن يعني ذلك هزيمة القوى الليبرالية والديمقراطية المطالبة اليوم بتوحيد جهودها في كل دولة وتمتين صفوفها والتصدي للأخطاء الحاصلة في انتظار أن تقوم بتجربتها هي أيضا. أيها الأصدقاء، قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في أيلول عام 2004: السلام هو قدرنا، لنعمل معا على تحقيق هذا القدر، لنعمل دائما من أجل السلام. بالطبع يبقى الحديث عن السلام ناقصا ما لم نتكلم عن فلسطين، القضية المركزية بالنسبة لنا كلبنانيين، كعرب، كليبراليين. فقيم الليبرالية التي نجتمع لأجلها تبقى فارغة من مضمونها إذا ما استمر التمادي في تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني في وجه آلة القتل الإسرائيلية التي تعيث إجراما على بعد كيلومترات قليلة منا. ولا شك أن على الليبرالية الدولية أن تبذل المزيد من الجهود وأن تشكل قوة ضغط على المجتمع الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه التاريخية المشروعة. ولا يكفي أن إسرائيل تهدد استقرار المنطقة، حتى أطل نظام بشار الأسد يهدد بإشعال الشرق الأوسط بأسره إذا ما انتصرت ثورة الشعب السوري، والتي لا شك ستنتصر على طاغية دمشق، تلك العاصمة العربية التي ستعود حرة حرة حرة. وبات لزاما على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفا شجاعا ينهي مأساة الشعب السوري عبر تسريع خطى الحسم ودعم الثورة السورية واحتضان ائتلافها، إسوة بما فعلت جامعة الدول العربية، والاعتراف بدوره الكامل في تمثيل الشعب السوري
المصمم رغم هول المعاناة على التحرر والانتقال إلى حياة حرة وكريمة. تحية لهذا الشعب الشجاع الذي يمثلني ويمثل كل إنسان حر وديمقراطي. تحية. فتحية لهذا الشعب الشجاع الذي يمثلني ويمثل كل إنسان حر وديمقراطي. وتحية إلى كل المدن السورية الصامدة وإلى دمشق التي أكرر بأن أسمح لنفسي أن أسميها عاصمة الربيع العربي، عاصمة الربيع العربي. ختاماً أرحب بكم مجدداً في هذا اللقاء في بيروت، وأنا على ثقة بأننا سوف ننخرط في نقاش غني ومفيد، وشكراً.